مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا في لقائنا المتجدد مع من القاهره، ومتابعات بتتواصل مع حضراتكم من دلوقتي وحتى حوالي 11 ونصف مساء بتوقيت القاهره. اكثر من ملف نفتحه معكم في وقفتين حواريتين، اضافه الى جولتنا الاخباريه المعتاده اللي بنبدا بها يومنا مع حضراتكم النهارده على شاشه قناه النيل للاخبار. نبدا بتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحاديه اللاعبين واللاعبات واطقم التدريب الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. ومنح الرئيس السيسي اللاعبة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، منحها وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها هاني شاكر قشطة. نتابع. قرر رئيس جمهورية مصر العربية تمنح الأوسمة التالية للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهم أولا الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من اللاعبة فريال أشرف محمد عبد العزيز، السيد هاني شاكر السيد قشطة. ثانيا الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من اللاعب أحمد أسامة أحمد الجندي. ثالثا التايكوندو والمصارعة والكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من اللاعبة هداية أحمد ملاك وهبة، اللاعب سيف حسين شريف حسين عيسى، السيد أوسكار فرانشيسكو سالازار، السيد أسامة سيد محمد عبد الرحمن، السيد محمد مجدي السيد يوسف، السيد محمد أحمد محمد إبراهيم، اللاعبة جيانا محمد فاروق محمود، اللاعب محمد إبراهيم السيد إبراهيم، ويتسلم عنه الأسام السيد محمد أحمد محمد إبراهيم، السيد محمد عبد الرجال جودة حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله على السلامة وألف مبروك. مبروك حاجة جميلة جدا جدا، أسعدتونا ونشكركم، وجهد عظيم، وإن شاء الله الأيام اللي جاية نقدر نحقق أكتر من كده. والفكرة مش في تحقيق الميداليات أو كده، هي الفكرة في حالة الرياضة، حالة اللياقة البدنية في مصر، بتعكسها المسابقات اللي زي كده. كل ما الدول تبقى متحضرة بتهتم بنفسها وبتهتم بشبابها وبتهتم بأبنائها، وينتج عندها حجم ضخم جدا في القطاع ده، بينعكس بالنتائج. يعني الهدف مش الميدالية، وهي حاجة عظيمة عشان بس محدش، لكن حالة الرياضة، حالة بناء أجسام ولادنا وبناتنا في مصر، حالة، أنا بقول الكلام ده لأن فرصة وأنتم موجودين إن الرسالة دي تصل لينا. فإحنا سعداء أولا باللي أنتم عملتوه،
وبنشكركم عليه وبنشكر كل من شارك فيه في وزارة الشباب وكل الوزارات اللي كانت لها يعني لها شراكة في هذا الأمر يعني زي ما قلت كده. لكن بقول تاني إن مستوى البطولات دي بيعكس حالة الرياضة في الدولة في أي دولة. كل ما يكون حالة الرياضة يعني في شعب مهتم، في أب وأم مهتمين، في دولة مهتمة، في مدرسة مهتمة، في جامعة مهتمة، في إنسان بيراقب نفسه شايف دايما متابع وزنه وحالته الصحية وكلام من هذا القبيل يعني. فمبروك. حد عايز حاجة؟ أيوة. احنا كان صورة مشرفة جدا لولادنا بصفة خاصة في الألعاب الفردية، ومحددين برضو تخطيطيا سواء لجنة التخطيط في اللجنة الأولمبية والاتحادات أو اللجنة العلمية واللجان اللي موجودة بشكل منسق جدا. معظم ولادنا دول سنهم أصغر من السن بخبراتهم، إن شاء الله يكون في طفرة كبيرة جدا سواء على مستوى البطولة أو القطاع الآخر اللي تحت البطولة. إحنا في 24 محددين عدد الميداليات اللي هيكون فيها ده أكتر من كده بكتير إن شاء الله يا فندم. ألف مبروك. متشكرين. شكرا جزيلا. ينضم إلينا على الهاتف لمزيد من المتابعة من القاهرة الأستاذة نانسي علي الناقدة الرياضية. تحياتي لحضرتك، مساء الخير يا فندم. أستاذة نانسي مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا المشهد جميل جدا، وهكذا تكرم الدولة أبنائها خاصة من الأبطال الرياضيين. وزي ما قال سيادة الرئيس، الفكرة مش في تحقيق ميداليات بقدر ما هي بتعكس حالة اللياقة البدنية وحالة الرياضة في مصر. تعقيب حضرتك. طبعا يعني النهارده ثاني يوم، أنا دايما بقول يعني يمكن الأولمبياد خلصت لكن فرحة الشعب المصري لسه ما خلصتش، وتقدير الدولة للأبطال لسه ما خلص. يعني النهاردة يمكن كان في سرعة كبيرة جدا في تنظيم هذا التكريم، يعني يمكن أقل من أسبوع، يمكن البعثة في جزء منها رجع يوم الخميس. النهاردة الثلاث كانوا في القصر الرئاسي بيتكرموا، طبعا ده تقدير كبير جدا ليهم. حتى الأبطال نفسهم كانوا بيتكلموا في الفكرة دي وبيتكلموا في فكرة سرعة تكريم سيادة الرئيس ليهم وتقديره ليهم وكلامه معاهم النهارده، وان هو قد ايه مقدر ان الرياضه بتاثر قد ايه في الشعب. وحتى ده كان كلامه معاهم، ان انا الرياضه واللياقه البدنيه وصحه البشر اهم كمان من الميداليات، وانتوا وصلتوا الرساله دي بشكل كبير جدا من خلال الاولمبياد. الاستفاده من الدروس وان يكون في استشراف لافاق افضل ويكون في عدد اكبر من الميداليات نحصدها في المسابقات القادمه، بنستند طبعا لرعايه البطل، لان مش اخر المطاف انه يحصل على ميداليه ويتم تكريمه، وايضا الحفاظ على التفوق لعلها مهمه اصعب. حضرتك تقولي ايه في هذا الاطار؟ طبعا زي ما حضرتك بتتكلمي بالظبط، برضو دي كانت احدى رسائل سياده الرئيس النهارده، ان احنا يعني مصر تستاهل اكتر من كده فعلا، وتستاهل اكتر من كده ميداليات وانجازات، وان هو يعني اللعيبه والرؤساء الاتحادات كان في وعد ان هم ان شاء الله في خريف 2024 الموضوع هيكون افضل وهيكون في ميداليات ذهبيه اكتر. وطبعا زي ما حضرتك بتقولي ان الموضوع مش ان انا اخد ميداليه واتكرم وخلاص كده، لا طبعا لازم يبقى فيه استمراريه ولازم يبقى فيه خطه طويله الامد للابطال دول وللابطال الصغيرين كمان اكتر، يعني ان احنا نقدر ناهلهم لباريس واللوس انجلوس كمان 2028
كل ده طبعا خطط لازم الدولة تضعها ومتمثلة يعني في وزارة الشباب والرياضة من أجل إن احنا نشوف إن شاء الله أبطال أكتر بكتير ومدربات أكتر. فعلا مصر تستاهل أكتر من كده فعلا، وأبطالها يستاهلوا أكتر من كده. بشكر حضرتك أستاذة نانسي علي ناقدة رياضية. هذا هو الاستثمار في البشر كما ينبغي أن يكون، وتمكين الشباب، ومن ضمن المؤشرات الإيجابية بالتأكيد أيضا أبطالنا المتفوقين في الثانوية العامة، وبينتظرهم إن شاء الله مستقبل باهر في الفترة القريبة القادمة، والتوفيق لجميع طلاب الثانوية العامة بعدما أعلنت بالفعل نتيجة الثانوية العامة. ولكن في إطار نشاط السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وجه السيد الرئيس السيسي بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ووجه سيادة الرئيس كذلك بسرعة تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربية لسيناء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى مستجدات محطة الضبعة النووية، وكذا مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين. وقد وجه السيد الرئيس بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقا للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة ومراحلها. وقد تناول الاجتماع متابعة الإجراءات التنفيذية لتطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة، والمتضمنة ل 52 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية. كما عرض الدكتور محمد شاكر نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين لإنشاء محطة الضبع النووية، وذلك لتفقد خطوط الإنتاج والاطلاع على مراحل تصنيع المعدات الثقيلة من مكونات المحطة. كما استعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، وذلك استغلالا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة وتعزيزا لمكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي لتداول الطاقة في المنطقة. وقد وجه السيد الرئيس بأن تتضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر مراكز للتدريب الفني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر. كما استعرض السيد وزير الكهرباء خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء ومحطات رفع المياه في شمال ووسط سيناء، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك لربط الشبكة الكهربائية في سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة بهدف نقل القدرة الكهربائية المطلوبة لتلبية احتياجات المشروع القومي المتكامل لتنمية سيناء. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء عرض أيضا آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة مع ليبيا، بما فيها الدراسات الحالية لرفع قدرة شبكات الربط بين البلدين الشقيقين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل وإنشاء خطوط ربط جديدة.
كما تم استعراض جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الإفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف إلى تزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية. كما عرض السيد وزير الكهرباء مستجدات أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر بالتنسيق مع وزارة النقل وشركة العاصمة الإدارية الجديدة. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي أن نسبة النجاح العامة بنتيجة الثانوية العامة بلغت 74% في الشعب العلمية و70% في الشعب الأدبية. تعالوا نقارن نسبة النجاح العامة هذا العام. نسبة النجاح العامة لهذه الدفعة 74%، وده نقدر نقارنه بأول دفعة تم فيها استخدام التابلت كانت سنة 2016-2017 كانت 72%، السنة اللي وراها بقت 74 اللي هو نفس الرقم بتاع السنة دي. المقارنة طبعا مش واحد لواحد، لأن ده كان نظام تقييم كل السنوات دي نظام تقييم القديم، هنا في نظام تقييم جديد، فالمقارنة مش واحد لواحد، بس النسبة العامة في نفس النطاق بتاع السنوات اللي فاتت. سنة 19-20 هي سنة الكورونا، وهي سنة خاصة جدا ما نقدرش نقارن بها قوي، ولكن حطينا هنا عشان حضراتكم تشوفوا. فإذا نسبة النجاح العامة 74%، لو بصينا عليها بس بدقة أكتر شوية في الشعب علمي علوم نسبة النجاح 76%، الشعبة دي فيها حوالي 200,000 الحاصلين على هذا المجموع. علمي رياضة فيها 68,000 نسبة النجاح برضو 76. الشعبة الأدبية نسبة النجاح فيها 70%، وعشان كده المتوسط بتاع علمي وأدبي للدفعة كلها حوالي 74. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لشعبة علمي علوم ورياضة 84%، وشعبة الأدبية 80%، وأنه من المتوقع انخفاض قبول الطلاب بالكليات بنسب تصل من 7 إلى 10% عن العام الماضي. وقال الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج أوائل الثانوية العامة العام الدراسي 2020-2021، إن المرحلة الأولى من التنسيق ستبدأ يوم السبت المقبل من خلال الموقع الإلكتروني، وتنتهي أغسطس للمرحلة الأولى في 25 من الشهر، مشيرا إلى أن الطلاب لديهم الفرصة لتغيير الرغبات حتى إغلاق موقع التنسيق مساء الأربعاء مع ضرورة ملء كل الرغبات وليس الرغبة الأولى. إذن الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 88.4%، وعلمي رياضة 80%، وبالنسبة للشعبة الأدبية الحد الأدنى 65%، كما أعلن من قبل الوزير. وبينضم إلينا المزيد من المتابعة ونتعرف على أبنائنا وبناتنا من المتفوقين والأوائل على الثانوية العامة. معنا على الهاتف في البداية الطالبة فريدة مؤمن إبراهيم خليل، الأولى على شعبة الأدبي على مستوى الجمهورية. ألف مبروك طبعا في البداية، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا. كنت متوقعة؟ كان هدفي من أول السنة، بس ما كنتش متوقعة بصراحة، النهاردة كانت مفاجأة كبيرة. يعني كنت متوقعة تفوق، بس مش تفوق مذهل وترتيب على مستوى مصر، صح كده؟ يعني في ظل النظام الجديد حقيقي ما كنتش عارفة أتوقع أي حاجة، بس كنت بأمل في التفوق طبعا، وفي أن أنا أطلع الأولى، علشان زي ما بحيك ده كان هدف من أول السنة. بس هل توقع؟ يعني ما كنتش متوقع أي حاجة بصراحة. إذن النظام الجديد للثانوية العامة كان بالنسبة لك يا فريدة تحدي مضاف؟
طبعا دي حقيقة كان تحدي كبير جدا، علشان طريقة المذاكرة مختلفة تماما، طريقة الأسئلة مختلفة تماما، طريقة الإجابة على الأسئلة مختلفة تماما، فهي تجربة كانت الأولى من نوعها الحقيقة. قوليلي عملتي إيه عشان تتواكبي مع التغيير اللي حصل في النظام التعليمي؟ أكيد أنت متفوقة منذ البداية من أوائل المراحل الدراسية طبعا. دي حقيقة. أنا كنت إيه الجديد بقى اللي عملتيه فريدة بقى السنة دي؟ نعم، ايه الجديد اللي عملتيه علشان تواكبي نفسك وتأقلمي نفسك مع التغيرات في طريقة الدراسة والامتحانات؟ هو طبعا خلاص ما بقاش فيه الاعتماد على، هو انا كنت طول عمري بقى يعني غير ان انا بحفظ طبعا المادة العلمية كنت بحرص على ان انا اكون فاهماها، بس السنة دي ما بقاش فيه اعتماد كلي على الحفظ، بقى الاعتماد هو على ان انت تقدر تجمع اكبر كم من المعلومات من مصادر مختلفة، وتقدر ان انت تكون مستوعبها وفهمها ورابطها ببعض عشان ده يساعدك على اجتياز الامتحان. فهو مبقاش معتمد على الحفظ خلاص بشكل كبير، هو معتمد اكتر على كم المعلومات اللي عندك وقدرتك على استيعابها. بقولي لي ايه بقى الخطة بتاعتك؟ بتفكري في ايه؟ عايزة تتخصصي؟ نفسك في كلية ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله المجال اللي انا مهتمه بيه حاليا هو مجال الاقتصاد والعلوم السياسيه، لسه مش عارفه في اي جامعه، ولكن هو ده المجال اللي انا مياله اليه حاليا. دايما كنت حاطه قدام عينيكي التخصص ده، ولا الاعتبارات يمكن اختلفت شويه لما نتيجه طلعت وحبيتي تاخدي يعني كليه بينظر ليها ان هي على راس كليات القمه لحد تفوق وحقق المرتبه الاولى في الثانويه العامه؟ لا، هو انا في مجالات كتير جدا بتستهويني، بس من الاول انا كنت مياله لمجال الاقتصاد والعلوم السياسيه لان هو من المجالات اللي ممكن تتميز وتتفوق فيه جدا، بس انا مجالات كتير تانية بهتم بيها. انا لسه ما استقريتش على قرار نهائي، بس مجال الحقوق بالنسبه لي مجال مهم جدا، الالسن، الاعلام، بس زي ما قلت لك يعني هو مش قرار نهائي، بس لحد دلوقتي هي دي الكليه اللي انا مياله ليها. ان شاء الله ربنا ينوي لك مرادك. بالعكس خالص، انا مش بعترف قوي بالمصطلح ده. باذن الله ربنا ينوي لك مرادك وتتفوقي زي ما تفوقتي في المدرسه، تتفوقي في الجامعه، وتتفوقي ايضا في الحياه العمليه. انا بشكرك جزيل الشكر، ومره تانية الف مبروك، وتحياتي للاسره وتهنئتنا ليها جميعا. فريده مؤمن ابراهيم خليل، الاولى على الثانويه العامه شعبه الادبي. نتحول للأولى ولكن في العلمي هذه المرة، من مدينة بلقاس، الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوي، الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية لشعبة علمي علوم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك يا فاطمة. الله يبارك في حضرتك. قولي لي يا فاطمة، المشاعر الأولى لما وصل لك الخبر، وإزاي وصل لك الخبر كمان؟ هو اولا انا كنت بتفرج على مؤتمر الوزير اللي كان بيعلن فيه النتيجه، فسمعت اسمي اول اسم، فكنا كلنا فرحانين ومش مصدقين ومبسوطين جدا. ايوه معاكي، اتفضلي. بس كنا وحتى من ساعتها بقى وكل الناس بتيجي وكنا فرحانين قوي. ايه خططك للمستقبل؟ خلينا نبتدي الاول باول سلمه، المجال اللي هتخصصي فيه والكليه اللي عايزه تلتحقي بيها ان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله عايزه اخش طب. وعايزه ان شاء الله تخصص قسم مخ واعصاب او اورام. طول عمرك عندك الحلم ده؟ لا، هو انا حد عندك في الاسره طبيب يا فاطمه؟ ايه؟ حد عندك في الاسره طبيب؟ ماما وبابا. عشان كده. ولو وتخصص تخصص دقيق جدا، محتاج طموح ومحتاج تحدي، لكن انت يعني اثبتي جداره في انك انت كنت قدر التحدي في اول تجربه ليكي في الثانويه العامه، وان شاء الله ربنا يتوج لك مسيرتك اللي جايه بنجاحات كتيره باذن الله. سريعا جدا جدا قولي لي روشتة سريعه كده للتفوق، تقوليها لزمايلك اللي لسه ما وصلوش للسنه الدراسيه دي، لمرحله الثانويه العامه. اول حاجه الاول بقى يذاكروا اول باول، ما يرقموش حاجه مثلا لتاني يوم او كده الا في ظروف معينه يعني، وينظموا وقتهم ويحاولوا ما يضغطوش على ساعات نومهم، ويحاولوا يخلوا عندهم ولو وقت بسيط يخلوا وقت فراغ. ما فيش حاجه اسمها حد بيذاكر 20 ساعه في اليوم ولا الكلام ده، انا ما حبيتش اجرب كده، غلط على التركيز، غلط على غلط اصلا، ما فيش حد هيفضل ماشي طول السنه بالمعدل ده يعني، ممكن حد يجربها مره مرتين وهيتعب.
طعم التفوق جميل، لكن بالتأكيد هو مش سهل ونتيجة جهد ومثابرة كبار جدا، وإن شاء الله تتوفقي في خطوات حياتك القادمة بإذن الله. الطالبة المتفوقة الأولى علمي علوم فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوي، شكرا جزيلا لك وألف مبروك مرة تانية. عندنا النهارده مشاهدينا الكرام وقفتين حواريتين، الاولى طبعا عن الموضوع ده ونسب النجاح والتنسيق بالجامعات اللي بالتاكيد هتتواكب مع التراجع النسبي في نسب النجاح، وكأعلى نسب نجاح اتحققت السنه دي اللي ممكن بشكل مقارن ممكن تكون اقل من الاعوام السابقه بعض الشيء، وايه الدروس المستفاده وغيرها الحقيقه اولى وقفتنا الحواريه معاكم، اضافه الى وقفه حواريه اخرى حول توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطعيم كوادر الجامعات وهيئه التدريس والطلاب وما الى ذلك، والاجراءات الاحترازيه في مواجهه فيروس كورونا. كونوا معنا بعد الفاصل اولى وقفتنا الحواريه في من القاهره.